أسباب سيطرة ميلان على إيقاع اللعب والتفوق أغلب الأوقات على أتلانتا. تابعوني أنا صاحب الكرة وتحليل مباراة ميلان أتلانتا. ميلان في الماتشات الكبيرة بيعتمد دايما على 4-4-1-1 دفاعيا، بيحاول انه يضيق المساحات قدر الامكان ويستغل الهجمات المرتدة. فالميلان في بناء الهجمة بيعتمد دايما على الكرات الطويلة على إبراهيموفيتش، اللي بدوره بيهيئ الكرة للقادمون من الخلف من وسط الملعب عشان يقدر يعمل تحول هجومي سريع. وفي ظل الضغط اللي بيعمله أتلانتا في مناطق الميلان، في حالة قدر الميلان انه يطلع بسرعة على إبراهيموفيتش، بيحط الدفاع في مواجهة مباشرة مع هجوم الميلان، عشان كده هجمات الميلان دايما بتكون خطيرة على دفاع أتلانتا. دفاعيا الميلان غاب عنه في وسط الملعب بن ناصر، واعتمد النهارده ستيفانو بيولي على لوكاس بيليا. لوكاس بيليا في السن هو اكبر من بن ناصر، فطبيعي لا نشاطه ولا قوته في الالتحامات هتكون بنفس كفاءه بن ناصر. ده غير ان كان في مشكله ان تشانانوغلو في البدايه كان بيكسل يرجع، ففي الحاله دي كان لوكاس بيليا بيزيد عشان يضغط على لاعب وسط الملعب، وجوميز هنا كان بيتسحب ويسرق المساحه بين الخطوط. عشان كده في البدايات كان أتلانتا خطير جدا من مساحة بين الخطوط، وعشان كده يمكن اعتمد نهاردة ستيفانو بيولي على لاكسالت مش ثيو، لان لاكسالت اقوى دفاعيا من ثيو هرنانديز، لكن هجوميا هرنانديز اقوى طبعا واجرأ كتير. مع مرور الوقت بعد تقدم الميلان كمان، بدأ تشالانوغلو يلتزم اكتر بالرجوع لوسط الملعب، فبقى بيبقى فيه 3 في عمق الملعب، ده غير سالماكرز اللي ملتزم تماما بالرجوع كباك تاني جنب كالابريا عشان يوقف جوميز هنا على الطرف، وفعلا نجحوا في اوقات كتيرة جدا ان هم يحجموا دخول جوميز لعمق الملعب، فبقى جوميز بيضطر انه يلعب على الطرف اكتر، وهنا خطورته طبعا هتكون اقل. هجوميا الميلان بيفتح اطراف الملعب بكالابريا ولاكسالت، وبيحصل مساندات هجوميه من سالماكرز على اليمين وريبيتش على الشمال، عشان كده في اوقات كتيره بنلاقي وتحديدا الناحيه الشمال ريبيتش ماسك الطرف ووراه لاكسالت عشان يلم السكند بول، وهنا ابراهيموفيتش بيقطع وتشالانوغلو بيضم، واحيانا سالماكرز طالما الكره مش عنده الطرف العكس يعني بيخش منطقه الجزاء، وكنا بنشوف احيانا برضو ان فرانكي سيه كان بيعمل المساندة الهجومية ويعمل انتشار العرض الايجابي. لكن مع تقدم فرانكي سيه الا ان وسط ملعب ميلان كان بيتأخر كتير قوي في التكملة الهجومية، عشان كده معظم كرات ميلان اللي بتتقطع هنا كانت بتروح لدفاع وسط اتلانتا، فبالتالي ميلان بياخد وقت عشان يستردها الا اذا قدر يفتك الكرة من مناطه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد.